راح نقول شنو المهم شنو المو مهم. فياريت انه ماما بدون تعليقات اي انت عفوا لي هاي التفاصيل رقم المحاضرة انتبهوا على المحتوى مات المحاضرة. اول شيء اطلب منكم دفاتركم تاخذون نوتس على مود اذا اكو سؤال شيء نقول هذا مهم هذا راح يجي كذا بالامتحان يعني تاخذوه بنظر الاعتبار رايت. هسه راح نبدي ان شاء الله. بالنسبة محاضرتنا لهذا اليوم راح تكون عن الاسيد بيس تايتريشن. مجموعة تفاصيل مثلا وصل سؤال من مصطفى زميلكم ايضا حضرت الاجابة وعندي تعليق على سؤال قال امجد هم حضرت له مناقشة. فراح نبدي بالاسيد بيس تايتريشن. بالبداية بالبداية ماما راح ارجع شوية خطوة بالكلامنا او بالتفاصيل اللي احنا تعلمناها عن الكيمياء التحليلية. الكيمياء التحليلية قلنا يعني تضمن هذه التحليلات اللي هدفها تحصل معلومات كمية معلومات نوعية. وايضا قلنا انه هذه التحليلات او حتى نجمع هذه التحليلات او نحصل هاي المعلومات الكمية والنوعية بالنهاية نحتاج نروح الى اريد طريقة اريد ميثود نستعملها حتى نحصل المعلومات هاي. انا بس دا اسويكم يعني شلون مراجعة بس ريفيو بسيط حتى بس نرجع نبدي سويها من نقطة معينة. قلنا اكو تحليلات واكو طرق نأدي بها التحليلات وجربنا بالمختبر الطرق الكلاسيكية اللي هي الكلاسيك ميثودز جربتو التايتريشن كوحدة من الطرق الكلاسيكية بالتحليل والتكنيك كان التايتريشن واللي سويتوه اشتغلتوه بالمختبر كان هو acid based titration. بس اقولكم مقدما احنا ما راح ندخل ديبلي بالمعلومات انا راح اعطيكم يعني يعني الخطوط العامة لهذا التفاعل او هاي العملية التسحيح لان انتو اخذتوها واشتغلتوها بايديكم. فاذا هالكلمة يعني النقاش راح يكون الان راح يكون يعني ممتاز راح تربطون بين اللي اشتغلتوه وايضا بنفس الوقت راح تربطون بين العمل وبين المفردات المادة مفردات المحاضرة أصلاً يعني النظرية راح يربطون النظري والعملي. طيب بالبداية ما هو الأسيد بيس تايتريشن؟ الأسيد بيس تايتريشن هو قبل ما أبدي بالتعريف مع الأسيد بيس تايتريشن راح أعرف محتاجين نفهم شنو هو الحامض أو نقدم تعريف عن الأسيد بيس. طبعا الحامض والقاعدة والأسيدان بيس لهم يعني مفاهيم كثيرة لها نظريات كثيرة عرفوها العلماء بشكل كبير لكن اليوم أنا راح يعني أركز على مفهوم برونشتيد لاوري كونسبت اللي يقول إنه الحامض هو المادة اللي تمنح البروتون أما القاعدة فهي المادة اللي تقبل هذا البروتون. إذن راح أركز على مفهوم برونشتيد اللي يقول إنه القاعدة هي اللي تقبل البروتون والحامض هو اللي يعطي البروتون. According to برونشتيد لاوري concept acid is any substance that is capable of donating a proton. إذن هي المادة اللي تعطيك البروتون أما المادة اللي تقبل البروتون فهي البيس. ماما أنا بديت أسجل المحاضرة بس ما راح يعني أنزل لكم إياها راح هذا التسجيل إلي راح أعتمد أنتم راح تاخذون الملاحظات وتسجلوها عن تفاصيل المحاضرة. طيب مثل ما قلنا قاعدة أي مادة راح تكون قادرة على اكتساب البروتون ومثل ما تلاحظون هاي in general like equation محاضرة ملاحظة عامة إنه الحامض الموجود هو الAH راح البيس رمزها B راح تسحب البروتون وتعطيني وتكون هذا مفهوم الحامض والقاعدة اللي يسحب هو قاعدة واللي يمنح هو حامض. طيب أيضا
حسب مفهوم برونشد لاري، الاسيد قلنا هو اللي نحن البروتون، وعندنا هاي المعادله العامه اشتغلتوا بها مثلا اذا قمنا باجراء تفاعل بين الحامض القوي الاتش سي ال حامض هيدروكلوريك اسيد اند والان اي او اتش كاسترون بيس، راح تكون النتيجه نتيجه هذا التفاعل وحصولنا على الماء وحصولنا على ملح كلوريد والصوديوم. وهنا مثل ما تلاحظون ال HCl منح البروتون والبيس اللي الهيدروكسيد يعني جروب أخذت البروتون مكونت الماء، وكان يعني حصيلة هذا التفاعل هو ملح وماء. أيضا أريد أقول لكم أن حسب يعني هذا المفهوم، حسب مفهوم هذا برونشتد، أنه عندنا نوعين من الحوامض، أما اللي هي تكون بروتيك نسميها بروتيك، يعني تحتوي بروتونات مثل عندنا ال HCl، ويكون مونوبروتيك يعني اذا كان به هيدروجين واحد قادر انه هذا مونوبروتيك اللي هو يقدر يمنعها اللي هو الحامضي. فعندنا فكره الهيدروجين الحامضي اللي هو قادر هاي التركيبه او الماده ان تمنعها، وبالتالي تمتلك صفه الحامضيه مثل ما نشوف ال HCl. ممكن عندك مثلا مثلا الاسيتك الاسيد مثل حامض الخليج هو ب 4 بروتونات 4 هيدروجين لكن واحد فقط هو الحامضي، فايضا يعتبر مونوبروتيك. اريد هاي النقطه تنتبهوا لها، احتمال يعني يكون داير مداير السؤال انه هل هو مونوبروتيك او ملتي بروتيك او يكون ابروتيك اللي هو ما بي اي هيدروجين حامضي. هاي النقطه سجلوها عندكم، هاي نقطه واحده. مثلا اما يكون مونو مثل ال HCl او يكون بولي بروتيك المتعدد مثلا اللي هو عندي الفوسفوريك اسيد. طيب البولي بروتيك المفروض يكون عندي هو اللي يكون مثلا الفوسفوريك اسيد مثلا اللي هو بمثلا ال H3PO4 جبتلكم يا سؤال، ف 3 بروتونز هي ثلاثه حامضيه فيكون يسميه بولي بروتيك. اما المونو اللي عنده واحد واللي ما عنده اصلا يعني هو عنده صفه حامضيه لكن ما عنده مثلا او ما عنده صفه حامضيه لكن هو ما يمتلك البروتون فنسميه ابروتيك. طيب تفاعل الاسيد بيس، هسه فهمنا شنو الاسيد اللي يمنح القاعده اللي تكتسب. تفاعل الاسيد والبيس راح ينطيك سولت اند ووتر، مثال قلنا الـ HCl والـ NaOH، هذا مثال واضح عن هذا مثال واضح عن تفاعل الحامض والقاعدة. طيب هنا هذا التفاعل اللي يجري بين الحامض والقاعدة هو تفاعلات التعادل، هي تفاعلات التعادل. إذا حامض قاعدة acid based reaction أو acid based titration اللي يصير هو تفاعل بين حامض وقاعدة، ويعرف بتفاعلات التعادل، هاي اخذتوها. طيب وهنا يعني مهم جدا نعتمد موضوع او فكره نعتمد فكره الاكوفلنت ويت، نعتمد فكره الاكوفلنت ويت. يعني هنا الجرام اكوفلنت ويت للماده مثلا في تفاعل التعادل ناخذ الوزن المكافئ، مهم جدا اعتماده بالنسبه للماده المشتركه بهذا التفاعل. يعني الاساس المفروض يكون الاساس بتفاعلات او بالتايتريشن بشكل عام نعتمد الاكوفلنت ويت او النورماليتي او نعتمد المكافئات الوزنيه بشكل خاص. السبب في ذلك انه الكوفلنت ويت او النورماليتي او اعتماد الاوزان المكافئه راح يكون مرتبط بطبيعه التفاعل. يعني شنو؟ يعني التفاعلات مثلا اللي تجي مثلا حامض قاعده راح يكون الحساب يعني هاي الحسابات راح تعتمد او ترتبط بتصرف الماده بالتفاعل. راح نجي على هذا بالتفصيل بعد بالنقاط القادمه. لكن هاي النقطه المهمه الان انه تفاعلات التعادل ركز على الاكوفلنت ويت، وهو اللي نعرفه الاكوفلنت ويت للماده هو وزن الماده اللي تشارك التفاعل التعادل او تتفاعل ويا مول واحد من ايون الهيدروجين. تمام،
هذه نقطة. أنا أسفة ماما، صار عندي هذا، ما أعرف شنو الخلل. راح ارجع عيد هاي النقطة. The gram equivalent weight، المادة، الوزن المكافئ للمادة في تفاعل التعادل، راح يكون هو وزن المادة المساهمة في تفاعل التعادل، اما تعطي واحد مول من ايون الهيدروجين او انها تتفاعل مع مول واحد من ايون الهيدروجين، مثل ما نشوف تفاعل عندنا الحامض بقاعدة ال NaOH وال HCl مثل ما اخذته بالمختبر. النورماليتي ارجع اقول قانونها مهم جدا هنا. النورمالية هي مثلها عدد مكافئات المذاب مقسومة على حجم المحلول باللتر. هنا اريدكم تربطوا اياها ويا المولاريتي. المولاريتي كانت عدد مولات المذاب. هنا عندنا المكافئات، هنا بالنورماليتي راح نعتمد عدد المكافئات الخاصة بالمذاب، ونفس المولاريتي راح نقسمها على لتر من المحلول. نورمالية قلنا عدد المكافئات للمذاب مقسومة على حجم المحلول باللتر. هنا أرجع أذكركم أنه قلنا بالتحليل، بالكيمياء التحليلية، التحليلات اللي نستعملها للحصول على معلومات كمية ونوعية نحتاج أن نستخدم لها طرق. عندنا طرق بالتحليل واعتمدنا طرق الكلاسيكية بهذا مثالنا وبموضوعنا هنا، مثل ما اشتغلت بالمختبر كان التكنيك هو الفوليومتريك أناليسيس، وأيضا كان التكنيك هو التايتريشن. بالفوليومتريك أناليسيس هاي النقطة انتبهوا عليها، جتكم سؤال وراح احتمال تجيكم بالامتحان الجاي. بالفوليومتريك أناليسيس الكيميائيين يعتمدون الإكوفلنت ويت كأساس للتحليل، والحسابات التحليلية الإكوفلنت ويت مهم، ويعتمدون النورماليتي. طيب ليش؟ قلنا بالفوليومتريك اناليسيز اللي اما مثل هذا موضوعنا اليوم للتعادل، النيوتراليزيشن رياكشن او اوكسيديشن رياكشن او بريسيبيتيشن رياكشن او كومبلكس فورميشن رياكشن، انتوا اخذتوها ويا دكتور واثق، واليوم تفاعلات التعادل. كل هاي التفاعلات هي تفاعلات او عمليات تحليل حجميه، وقلنا المهم بها هو الماده النورماليتي والاكوفلنت ويت. ليش قلنا النورماليتي مهمه وليش اعتماد التركيز النورمالي؟ لأنه يعتمد على نوع التفاعل، يعني هنا النورمالية مرتبطة بنوع التفاعل. بعد أكثر النورمالية تعتمد على سلوك المادة أو الدخل بالتفاعل، فحساباتها بالنسبة للأسيد بيس مثلا تختلف عن تفاعلات الترسيب، تختلف عن تكوين المعقدات، تختلف عن تفاعلات الأكسدة واختزال. راح تقولون شلون؟ مثلا أنا بالتفاعل الأسيد بيس راح أعتمد المكافئات مالتي، مثلا راح أعتمد على مثلا بالنسبة للبيس راح أعتمد على إيون الهيدروكسيد اللي يشارك بالتفاعل ويا مول واحد من الهيدروجين، أو أعتمد على يعني الإكوفلنت ويت راح يكون مثلا للأسيد راح يكون مقسوم على عدد المكافئات أو الأم فاكتور اللي هو يمثل عدد البروتونات أو عدد ذرات الهيدروجين راح يشترك بها هذا الحامض. فهنا سلوك المادة كحامض أو سلوك كقاعدة راح تدخل بالحسابات. فهنا لهذا شوف النورماليتي والإكوفلنت ويت مهمة جدا بالتحليلات الحجمية وبالتصحيحات الحجمية. ليش؟ لأنها هي تأخذ بنظر الاعتبار سلوك أو البيهيفير مال المادة الداخلة بالتفاعل. بالنسبة لتفاعلات الترسيب راح تكون نفس النقطة. بالنسبة مثلا الأكسدة اختزال راح تأخذ عدد الإلكترونات مثلا اللي تشارك أو ده تنتقل بين المؤكسد والمختزل. فلهذا السبب تكون من المهم جدا اعتماد النورماليتي والإكوفلنت ويت بحساباتنا ويعني خلال التحليلات الحجمية. النورماليتي قلنا هي عدد المكافئات مقسومة على حجم المحلول باللتر. عدد المكافئات راح ناخذ وزن المذاب ونقسمه على الوزن المكافئ. طيب الوزن المكافئ منين نجيبه؟ وزن جزيئي مقسوم على الان فاكتور.
الان فاكتور هو هذا اللي نقول عليه البيهيفير مالت السبستانس الداخله بالتفاعل. اذا كان اسيد بيس تايتريشن مثلا او اسيد بيس رياكشن راح تقول القاعده راح تاخذ نظر الاعتبار ايونات الاو اتش الهيدروكسيد، بالنسبه للحمض راح تاخذ البروتونات، بالنسبه مثلا للماده اذا كان سولت مثلا داخل اكسيد اختزال راح تاخذ عدد الشحنات اللي تنتقل بين الماده. فمن هاي تجي اهميه اعتماد النورماليه ووزن المكافئ في الحسابات الحجميه. اعتقد هذا يعني مو صعب، مجرد انه تطبيق التمرين عليه بالمختبر، بس اراجع لكم اياه لان راح اربطه بالاستعدادات الجايه. Normality is the only concentration unit that is reaction dependent. هنا أنا مثل أرجع أقول لكم هاي النقطة مهمة مرتبطة بنوع التفاعل. رح نأخذ هذا المثال. إذا كان عندك NaOH مثلاً، أريد أحسب النورمالية مثلاً هاي نورمالية مال ال NaOH أريد أحسبها. الوزن هو 5.8 جرام. بلت 3 لتر، هنا المحلول حجم المحلول 3 لترز، فانت ما محتاج تحوله، ووزن الماده المذابه موجود، انت بس تحسب نورماليه ال NaOH الموجوده عندك. نطبق القانون النورماليه، عدد مكافئات المذاب مقسومه على حجم المحلول باللتر. عدد مكافئات المذاب طبعا موجود الوزن عندنا، راح نبدي نطبق وندخل المعطيات. بالبدايه محتاجين الوزن المكافئ اللي هو المولكولار ويت، نقسم على عدد المكافئات هو واحد الان فاكتور، لان عندنا او اتش وحده هنا راح تشترك بالتفاعل. احنا ايش قلنا هو عدد ال يعني الماده او كميه الماده اللي تتفاعل ويا مول واحد من ايون الهيدروجين، فهنا عندنا جاست او 1 او اتش، فراح تكون مقسومه على واحد. طيب ناتج التفاعل، ناتج الحسابات هو 40 جرام بير اكويفالنت، هذا الوزن المكافئ. هسه نقدر نحسب من هاي القيمه، نقدر نحسب عدد المكافئات، حسبناها بهاي الطريقه، قسمت وزن الماده بالجرام على الوزن المكافئ. بعدين قسمنا قيمه عدد نمبر اوف اكويفالنت مقسومه على 3 لتر اللي هي موجوده عندك بالسؤال، وكانت النتيجه الحصول على نورماليه المحلول. فهاي تطبيق تطبيق مباشر، هذا توقع من عند سؤال انه نحسب نورمالية محاليل. طيب التطبيق مثل ما شفنا احنا اشتغلنا بالمختبر، بس اني راح ارسل لكم يعني رفرش المعلوماتكم، وحتى نربطه بالمعلومات الجاية بالسلايدات المقبلة ان شاء الله. هذا السؤال سألني عليه امجد، سألني امجد هذا السؤال، بس اريد ارجع اشوفكم. امجد سألني هذا السؤال واريد يعني اناقش به. امجد موجود ماما؟ طيب اهلا امجد. ماما تتذكر امجد سألتني بالمحاضرة، قلت لي بالنسبة للنسبة المئوية، قلت لي سألتني بالنسبة للنسبة المئوية اي طاها الايتا، هي الان فاكتور هي الايتا نفسها. يعني سألتني ايش قلت لي؟ قلت لي انه بالنسبة للنسبة المئوية، قلت لي صير نستعملها بالمليغرام، صحيح؟ تتذكر ماما؟ من حسبنا ال من حسبنا النسبة المئوية قلنا انه قلت لي هل انه هاي النسبه المئويه فقط احنا ناخذها بالمليغرام او بالجرام جرام بالميه؟ ف يعني انا حسب الشغل اللي اشتغلته وحسب الليترتشرز الهاي شفت انه هي فعلا بس بالجرام جرام بالميه، لكن ايضا ممكن نحولها المليغرام، ممكن ندخلها بالمليغرام. فجبت هاي الطريقه اللي ممكن نربط الاكوفالنت ويت والملي اكوفالنت نربطها بالنسبه المئويه. شوف لي هذا المثال اني امجد وانتم كلكم وياي. اكو ماده او الكترولايت اللي نسميه موفي كول، هذا ينطون يعني للكبار السن او للاطفال اللي عندهم اعاقه اللي يكون عندهم مشاكل
حركة الأمعاء، يعني أنه مثل الملين يعرف بالأسواق أو بالصيدليات يسموه موفيكول، هو مجموعة من الأملاح يأخذوها اللي يعني المرضى أو الكبار السن أو الأطفال ذوي الإعاقة حتى يسهل يعني أنه عملية يعني حركة أمعائهم ويمنع الإمساك. هذا الإلكترولايت متكون من مجموعة أملاح. إذا يعني أعرض لكم بعد شوية السلايدات إنه التفاصيل إنه شون يعني مرتبط هاي الإلكترولايت بهاي الإلكترولايت بهاي التحضيرة. فالموفيكول سوليوشن contains a mixture of sodium chloride. طيب نسبته 0.35% نسبة هاي نسبة الصوديوم كلورايد والصوديوم بيكربونات صوديوم بوتاسيوم كلورايد، هاي المجموعة بنسب مئوية وزنية حجمية جرام بير يعني 100 بارتس بالووتر الموتر. مطلوب انه اعرف how many milli equivalents of KCl are contained in 1 liter of the preparation، يعني عندي قد KCl ضمن هاي النسبة موجودة بلتر، يعني KCl هو هنا 0.045%، شوفوا النسبة مالته، لكن أنا أريده باللتر، فممكن أنا راح أوظف النسبة المئوية strength هذا percentage of concentration أربطه بالequivalent weight وأحول للمليغرام إنه get هاي هذا الربط. فالخطوة الأولى بهيك حالة عندي قانون يقول أنا تعلمت الإكوفلنت راح أبدي أشتغل على الملي إكوفلنت، أريد أوصل للمليغرام مثل ما قلنا حسب ما سأل أمجد. فالملي إكوفلنت تخيل أنت هي وزن المذاب، مثل ما نحسب عدد المكافئات هي وزن المذاب، لكن إحنا هناك بيش نحسبه ماما دا أسجل ماما المحاضرة رجاء بس انتبهوا عليها واخذوا من عندي ملاحظات. راح اعتبر نفسي هذا عندي القانون، الملي إكوفلنت هو وزن المذاب بالمليغرام مقسوم على الوزن الجزيئي بالمليغرام بير ملي مول. فهنا كل اشوف امجد نحول للمليغرام مليغرام ملي مول، يعني حتى نوصل للمليغرام لازم احنا نمر بهاي التحويلات. نكتب هاي العلاقة الرياضية تقول الملي إكوفلنت هي وزن المذاب مقسوم على الوزن الجزيئي بالمليغرام بير ملي مول مضروب بالإن فاكتور اللي إتا. بالبداية محتاجين نقدر وزن الكي سي أو البلاتر. راح وين نروح للعلاقة المئوية؟ نقول بالمية 0.04 جرام بير 100 بارتس. طيب بالألف شقد؟ بالألف نل شقد؟ طبعا ألف مل سببها شنو؟ سببها هو الليتر، كل لتر هو ألف مل. طبقنا العلاقة طرفين بوسطين حصلنا على قيمة 0.45 جرام بيش بالجرام. أحولها وين؟ للمليغرام. تمام أمجد؟ تحولها للمليغرام بصير 450 مليغرام. طبعا من الكبير للصغير نضرب فطلعت لي 450 مليغرام. هاي النقطة الثالثة، شوفوا لي النقطة الرابعة. المولكيولار ويت هو 74.55 جرام بير مول. عندي العلاقة رقم 5 أحول بيها الوزن الجزيئي ملي جرام بالمول أحوله للملي جرام بير ملي مول. بتشوفوا لي إياها رقم 5. الحقيقة الرقم ما راح يتغير، ما راح يتغير قيمة الرقم، ما راح تتغير، راح يتغير بس الوحدات. شلون؟ راح أقول أنا هاي 74.55 هو وزن المذاب بالمول هذه 74.55 وزن المذاب بيش بالمول. هاي من الوزن الجزيئي، هذا الوزن الجزيئي مع الكيسيال. أضربه أقول كل جرام هو 1000 ميلي جرام. يعني هاي العلاقة هي تنحول بيها الوزن الجزيئي، تنحول الوزن الجزيئي ميلي جرام مول إلى ميلي جرام بير ميلي مول. الأرقام ما راح تتغير، قيمة الوزن الجزيئي النهائية ما راح تتغير، حتبقى نفسها. راح
تبقى من تطبقون العلاقة أي وزن جزيئي راح تبقى نفسه، مجرد تكتبون هاي العلاقة راح تبقى نفسها، مجرد راح تتغير الوحدات، فكل جرام بألف ملغرام وكل مول بألف مليمول. مجرد تطبيقنا لهاي العلاقة وإجراء الاختصارات راح تحصل نفس الوزن الجزيئي نفس قيمته اللي هي 74.55، لكن وحدات الوزن تتغير ملغرام للمول إلى ملغرام بير مليمول. تمام؟ نجي على الخطوة السادسة، محتاجين الأم فاكتر. الأم فاكتر واحد، الملح مثل الكي سي ال. ليش؟ ليش؟ لازم أنتم تعرفون أنه الأملاح حتى نحسب لها الأيتام مالتها، تعرفون كيف تحسبون الأيتام مالت الأملاح، هي عدد الأيونات الموجودة على الأيون الموجب، عدد الأيونات الموجودة بالأيون الموجب. فالكي سي ال الأيتام مالتها هي واحد، أو الأم فاكتر مالتها واحد، يعني الشحنة الموجبة الموجودة هي على الكي هي واحد. فمثل عدد الإلكترونات اللي تشتغل بالتفاعل فهي شحنة موجبة واحدة، فيكون الأيتا واحد. نجي هسه نطبق تطبيق مباشر. ليش؟ عندي وزن المذاب بالمليغرام صار موجود 450، وزن الجزيئي حسبته طلعته بالمليغرام بالمليمول، طبعا مثل ما قلنا ما راح يتغير، راح تبقى نفس القيمة، مجرد الوحدات تتغير مجرد تطبيق هاي العلاقة. الأم فاكتر أعرفه واحد، شلون؟ أنت لازم تعرفون الأملاح إيش قد نحسب لها الأتا. لا ماما مطلوب علي، ليش دي أشرح العد؟ ماما مطلوب نضربها في أتا، وبالنهاية تطبيق مباشر للعلاقة، فأحسب الملي إكوفلنت لهذه المادة، فأقدر أحسب الملي إكوفلنت. هنا ربطنا العلاقة بين النسبة المئوية وبين تحويلها وكيف ممكن نحصل الملي اكوفلنت. النقطة الخامسة هي علاقة ثابتة، علاقة ثابتة. النقطة الخامسة هي علاقة ثابتة ما تتغير، علاقة ثابتة وحدة ما تتغير، مجرد بنحول الوحدات. إذا تشوفون الرقم مال وزن جزيئي ما تغير ولا راح يتغير، أي مادة ما راح يتغير، بده يتغير بس الوحدات. فنطبق أو نكتب هاي العلاقة حتى نوضح للقارئ أو الأستاذ أو المصحح أو إلك أنت كيف صار التحويل. ليش؟ لأن يعني كل جرام بألف ملغرام وكل واحد مول بألف مليمول، فإجراء الحسابات وإجراء الاختصارات راح يوصلك أن الوزن الجزيئي وحدته تتغير من الجرام للمليغرام، من المول للمليمول. هاي العلاقة الخامسة ثابتة ما تتغير، مجرد تغيير الوحدات. ماما السؤال هو ممكن انه احنا النسبة المئوية نكتبها بالمليغرام؟ فبالنسبة للتركيبات الصيدلانية لقيت انه احنا ممكن انه نجد علاقة بين المليغرام والنسبة المئوية بهاي العلاقة. الموضوع هو شنو؟ هاي تركيبة صيدلانية او مركب او فورمولا او مستحضر دوائي يعرف بالموفي كول، والموفي كول قلنا هو فد مستحضر الكتروليتي يستخدمون المرضى لغرض يعني تحسين حركة الأمعاء ومنع الإمساك. مجموعة الكتروليتات موجودة، مجموعة أملاح بهذا الخلطة بهاي الفورمولا بنسب مئوية محددة. بهاي النسبة بهاي التركيبة كان KCL نسبته بالمية 0.045%. مطلوب بالسؤال تحسب لي عدد ملي اكوفلنت للكي سي ال بلتر اشقد، اريد احسبها باللتر من التحضير اشقد. فاول شيء اسجل قانون الملي اكوفلنت، نتعلم قانون الملي اكوفلنت، هو نفس قانون المكافئات لكن بالملي اكوفلنت. وزن المذاب لازم يكون بالملي جرام، الوزن الجزيئي بالملي جرام بير ملي مول مضروب بالام فاكتور، هو نفس لنحسب عدد المكافئات لكن بالملي اكوفلنت نوت اكوفلنت. طيب الخطوه الثانيه نحدد وزن الماده الكي سي ال المطلوبه بلتر، اريدها بلتر. اللتر هو 1000 مل، فنقول بالمية مثل ما تعلمنا بالمية 0.045 جرام موجوده ب100 مل، اريد اشوف بالالف لتر ايش قد تطلع لي. ف
فلقيت انه هي اطلعها بالجرام 0.45 جرام، احولها للمليجرام، كل واحد جرام ب 1000 مليجرام، نعمل هذه التحويله ونحول الجرام الموجود عندي للمليجرام. هاي الخطوه الثالثه. الخطوه الرابعه احسب الوزن الجزيئي. الخطوه الخامسه احول وحدات الوزن الجزيئي من جرام بير مول الى مليجرام بير مليمول. طبعا هنا شنو بده يصير؟ اني بهاي العلاقه رقم 5 راح تكون ثابته، مجرد تحويل الوحدات الرقم ما راح يتغير، راح يبقى ثابت، راح يبقى ثابت. طيب هاي النقطه الخامسه، الام فاكتور للاملاح شلون نحسبه؟ شلون نحسب الام فاكتور للاملاح؟ راح ناخذ الشحنه الموجوده على الايون الموجب، عدد الايونات الموجبه راح نعتمدها هي الايتا، او هي راح تكون الام فاكتور. بحاله الكي سي ال راح يكون واحد، يعني الشحنه الموجوده على البوتاسيوم هي موجب واحد، فراح نعتمدها. تطبيق مباشر، تطبيق مباشر راح نحصل الملي اكوفالنت الخاصه اللي موجوده بالسؤال، انه الوزن بالمليغرام، وزن الجزيئي بالمليغرام بير مليمول، فنحصل عدد المكافئات الملي اكوفالنت الموجوده بلتر. هذه العلاقه اللي قدرت اربطها بين الاكوفالنت ويت والملي اكوفالنت، وحسب منطوق السؤال، حسب اللي يطلبه منك. انا احتمال هنا اطلب الكي سي ال، احتمال بالامتحان اقول لك انطيني الصوديوم بايكربونات، انطيك رمزها، انطيك رمزها حتى تعرفين شلون تحسبين وتبين تطبقين المساله. هاي وحده. طيب تمام. الآن الـ acid base titration شنو بده يصير بيه؟ الـ acid base titration هو شنو؟ الـ acid base titration هو، أنا ما راح يعني مو كلش أشوف الشات، راح أمشي على السريع حتى ما أخركم. الـ acid base titration هو تفاعل يقع بين الحامض والقاعدة، هاي أخذتوها هاي المعلومة وتعلمنا عليها، هو تفاعل يحدث بين الحامض والقاعدة. طيب ويعرف تفاعلات التعادل، قلنا والتفاعل التعادل هو تفاعل كمي، تفاعل كيميائي كمي يحدث بين الحامض والقاعده. طيب ويتضمن تكون الماء والملح نتيجه لتفاعل، مثلا الماء يتكون عندما يتفاعل الهيدروجين مع الهيدروكسيد، والملح يتكون عند تفاعل الايون الموجب والايون السالب الموجود بالحامض، يكون لي مثل هنا NaOH، انطاني NaCl كملح وانطاني الووتر. ممكن ان نستعمل تفاعلات التصحيح حتى نقدر pH of solution، تركيز ايونات الهيدروجين الموجوده بالمحلول، وممكن نستعملها حتى هاي تفاعلات التصحيح حتى نحسب تركيز الحامض والقاعده. هذا تعلمتوه من سويتوا تفاعل حامض قاعده بخلال التايتريشن، قدرتوا تقدرون تركيز الحامض وقدرتوا تمكنتوا ان تقدرون تركيز القاعده، صح ولا لا؟ بالمختبر. طيب خلال عمليه التصحيح الاسيد بيس هايدريشن، محلول القاعده ممكن نصححها او نجري له تفاعل مع محلول حامض قياسي، وممكن نقدر اذا كان عملنا انه احنا رحنا حسبنا مثلا قد نقدر تركيز البيس سوليوشن باستخدام الاسيد، اذا كان الاسيد هو الستاندرد بالتفاعل فراح نسميها الاسيدمتري ميثود. اما اذا كان انا استخدمت الاسيد حتى او استعملت القاعده حتى اقدر تركيز الحامض فنسميها الكاليمتري ميثود، فهي اسيدمتري عندما يكون الستاندرد هو الاسيد، وهي تكون الكاليمتري عندما يكون القاعدة هي الستاندرد ماتيريال وده نقدر بها الحامض. هاي انتبهوا عليها، احتمال ايضا نجيب بها سؤال. هنا عندي ايضا نقطة مهمة نحب نناقشها، اللي هو التايتريشن كيرف فور ان اسيد سايد سوليوشن. عندنا التايتريشن كيرف، نريد نفهم شنو بده يصير بالتايتريشن كيرف. سوران هسه اشوف هسه اكمل بس الشرح وارجع على الشات مالكم ونتناقش عيني بها هسه لحظه.
بالنسبة للتايتريشن كيرف الحامض، خلينا نقول هنا عندي ما انتم تخيلوا بالمختبر عندكم محلول حامضي اذا تشتغلون عليه تصحيح، اللي عندك بالكونيكال هو حامض، رايت حامض بلس انديكيتر، اللي بتستعمله من السحاحة هو نقول البيس هو الستاندرد، اذا اللي بنضافه بشكل مستمر هي القاعدة، اللي موجود بالكونيكال هو الحامض. فنسوي هذا الكيرف اللي هو البي اتش، محور يمثل البي اتش ومحور يمثل حجم القاعده المضافه بشكل مستمر. نلاحظ هنا بهذا المنحني انه احنا عندنا اثناء عمليه التصحيح نبدي نضيف بشكل مستمر، راح نبدي راح اشوف هذا البوينتر هنا يعني تشوف هنا هذا المكان او هذا الجزء من المنحني عندنا باستمرار، نقول انا بالبدايه عندي زيرو يعني عندي بس حامض ما عندي اي بيس، فخل اقول هنا انا زيرو وبدا استمر اضيف بالقاعده من السحاحه، راح الاحظ هناك تصاعد تدريجي بالكيرب بالبي اتش، تركيز ايون الهيدروجين راح يبدي يصاعد عندي لكن بشكل تدريجي بطيء، مثل ما تلاحظون اخذ مسافه وهو يصعد بشكل بطيء الى ان تحدث عندي زياده حاده، يعني sharp increased in the curve، هناك عندي زياده حاده بالكيرف الخاص بعمليه التصحيح. هاي الزياده الحاده حدثت ووصلتني الى ما يعرف بنقطه التكافؤ البي اتش هنا، حد ما حصلت على هذه النقطة من pH value للديفرنت ستيج من التايتريشن، انه عندي تغير بطيء، تغير بطيء بعملية التزايد في pH المحلول، الى ان باستمرار الاضافة وصلت الى مرحلة انه حصلت هذه نقطة، حصلت نقطة التكافؤ. هذه الاكوفيلنت بوينت هنا بالنسبة للسترونج اسيد او سترونج بيس راح تكون نقطة رقم 7 equivalent point. شنو هاي equivalent point؟ هي هاي المنطقة أو بهاي المرحلة تمكننا وصلنا لهاي النقطة بعد ما ضفنا كمية مضبوطة من القاعدة وعادلت لي كمية محددة من الحامض، يعني كان عمل إنه إضافة دقيقة للقاعدة حققت أو وصلتنا للتعادل مع الحامض، مع الكمية المطلوبة من الحامض، وصلنا صار كمية الحامض بهذه النقطة صارت كمية الحامض تساوي كمية القاعدة وحققنا التعادل. طيب أي شيء تحت هذه النقطة راح يكون مثلا زيادة بالحامض وأقل بنسبة القاعدة، وأي نقطة above number 7 أو البي اتش هذا بهاي النقطة الموجودة الإكوفلنت بوينت راح تكون ممكن القاعدة أكثر والحامض أقل، لكن بهاي النقطة هي نقطة التعادل. لذلك إحنا يعني نهاية التفاعل لاحظها طبعا باستخدام قلنا الانديكيتر، الانديكيتر هو اللي راح يكشف لي انه نهايه التفاعل. طبعا الانديكيتر ما يشتغل بالايكوفلنت بوينت، التفاعل الانديكيتر راح يشتغل بالاند بوينت، يعني نقطتين، نقطه الايكوفلنت صار حامض وقاعده متساويين حجومهم او نسبتهم بالمحلول، لكن نهايه التفاعل هي يعني اعلى من نقطه الايكوفلنت بوينت، يعني فلهذا شو نقول لك فيرذر اديشن، لو ضفت كميه سمول فيري سمول من البيس، خلينا نقول 0.01 مل من البيس هنا ضفناها للتفاعل، راح نشوف انه علي حازم، ماما علي حازم شو بدك تكتبه؟ ماما هذا شو بدك تكتبه؟ ماما احنا بدنا نشرح لو تكتب لي هذا الموضوع. ماما علي، علي ماما هذا شنو بدك تكتب البوست؟ انا بدي اشرح وين وانت وين بدك تتكلم. اليوم هاي نقطة التكافؤ الموجودة هي حامض وقاعدة حجوم متساوية، واكشف عن نهاية التفاعل بإضافة further small amount من البيس، تعبوني نقطة التكافؤ وتوصلني نقطة الاند بوينت بحيث تكون زيادة قليلة جدا من البيس حتى تتفاعل مع المادة الكاشفة اللي هو الانديكيتر اللي احنا كشفنا او وصلنا الى نهاية او كشفنا عن انه التفاعل انتهى، انتهى التفاعل لازم اوقف التايتريشن.
مثل ما استخدمتوا الفينون الثالين من تغير لونه، هو كشف لكم انه التفاعل انتهى وبعد لازم توقفون التسحيح وتبدون تجرون الحسابات. طيب قلنا مثل تفاعل حامض قوي مع قاعده قويه راح يكون الكوفيلنت بوينت هي عند بي اتش رقم 7، عند بي اتش 7. اذا كان حامض ضعيف وقاعده ضعيفه راح تكون القصه مختلفه، الكير بيختلف والحسابات راح تكون مختلفه. اذا فهسه صار عندنا نقطه الايكوفالنت بوينت، حجم الحامض او كميه الحامض والقاعده متساويين، عند بي اتش 7 فور سترونج بيس اند سترونج اسيد تايتريشن. الاند بوينت راح تكون ابعد من الايكوفالنت بوينت بقليل باضافه كميه قليله جدا من البيس حتى تسمح بعمل الانديكيتر. طيب هنا شنو؟ هنا الانديكيترز هي اللي ساعدتنا قلنا حتى انه نفهم او نعرف او نكشف عن نهايه التفاعل، انه التفاعل انتهى واحنا لازم نوقف ونبدي اجراء الحسابات، والا without indicators ما راح نقدر يعني يكون عملنا او تسحيحنا ناجح. طيب هي شنو الانديكيترز؟ الانديكيترز هي weak organic acid or base. الانديكيترز هي مواد حوامض او قواعد عضويه ضعيفه. طبعا الفكره او النظريه بعملها انه عندها يعني two structures، عندها شكلين من التراكيب. واحد الاندسوسييتد اللي هو ما متفكك الكامل، الجزء الكامله لها لون او لها شكل ولون، وبالنسبه للشكل الايوني او بعد ما تتفكك راح يكون لها لون مختلف. فمثلا يكون لها مثلا بالوسط الحامضي شكل الجزء الكامل اللي ما متفكك، فيكون لونها مختلف عن لون او عن شكل الايون الموجود بالوسط الثاني. الشكل الايوني راح يكون عديم، مثلا عديم اللون، او يكون كولرليس او يكون بينك مثل ما شفتوا بالفينون الثالين. هسه راح نشوف هذا التركيبه مال الفينون الثالين. الفينون الثالين مثل ما تشوفون كولرليس لما يكون بي اتش less than 8.3. تلاحظون الفرق بالتركيبه بسبب اختلاف حامضيه الوسط. ف لما الـ pH يكون أقل من 8.3 راح تشوفون تركيبة أروماتية مختلفة، لكن once هذا الوسط تغير وكان قاعدي راح اللون راح يعطيك لون البينك. فأنت حصلت البينك بوسط الـ pH مالته أكثر من 10.5، عندك 10.5 أكثر من 10.5 ينطيك التغير باللون. عيدكم هذا الكلام اللي أقوله، تتخيلون أنتم شو تسوون بالمختبر؟ ترجعوا لي على التصحيح مالتكم من اشتغلتوا. كان colorless لما عندك البيكر أو الكونيكال، سوري كونيكال بالحامض وبالإنديكيتر وهو still less than 8.3 pH مالته بعده حامضي، فهو colorless. ونس بديت تضيف بشكل مستمر تدريجي للقاعدة من البيوريت راح تلاحظ يعني وصل نقطة التكافؤ، لما يعني يوصل نقطة الاند بوينت بزيادة قليلة من البيس راح تشوف التركيبة اختلفت. يعني هاي التركيبة يعني تركيبة مختلفة تماما بين الشكل الحامضي والشكل القاعدي. طيب ولهذا نشوف مثلا عندنا ايضا مدى، فهاي النقطة لاحظوا ليها انه انتم مثلا استعملتوا مثلا دليلين تو انديكيترز، قلنا لانه مثلا الفينون الثالين يشتغل من 8.3 لحد 10.5، اذا مثلا اقل مثلا او اكثر ما راح يشتغل. فلذلك مثلا استخدمنا المثل اورنج وساعدنا الفينون الثالين، او مثلا يعني استعملنا تو انديكيترز بحيث كل انديكيتر غطى مرحلة من التفاعل. فعندنا ما يعرف بالرينج بالنسبة للإنديكيترز نحتاج نعتمدها أو نفهمها، أو قصدي شنو؟ يعني قصدي أنت، هرجع أقول لكم أنا فكرتي العمل بالمختبر. يعني من أنت تريد تسوي تفاعل بين حامض وقاعدة وتريد تستخدم دليل، شو راح تسوي؟ راح ترجع للجداول، راح لازم تعرف أنت التفاعل مالتك ايش قد يشتغل، الرينج مالته من لوين. يعني مثلا ال HCl and NaOH الرينج مالته بين 8.3 ل 10.5، فالفينون الثالين يخدمك. لكن مثلا إذا لا، راح تحتاج مثلا
أقل مثلا ماتك التفاعل مثلا بين السبعة وبين التسعة، راح يكون مثلا حسب الجداول راح توفر لك معلومات راح تبلغك أو تعلمك إنه هذا الانديكيتر يشتغل من هذا من هذا البي اتش لهذا البي اتش الرينج ماتش قد، وعلى أساسه تبدي يعني تختار الدليل المناسب. فمرة اختارنا الفينونفثالين ومرة شفنا محتاجين نستخدم الفينونفثالين زائدا مثل أورنج وهكذا، تمام. فهاي النقطة المهمة اللي حبيت أقول لكم إياها، شنو هي الانديكيتورز؟ weak organic acid or base، لها شكلين، يعني it has two forms or structures depending on the pH of the solution، حسب pH المحلول، تمام. هاي نقطة. أيضا إجاني سؤال من مصطفى، طبعا عندي سؤال هنا جاني من مصطفى، قال إذا مثلا إذا يعني ماكو دليل، إذا ماكو indicators، إذا ما كان أكو indicators يعني شنو يعني شلون نقدر نعرف الموضوع، أو شو كيف ممكن نعرف إنه التفاعل انتهى without indicators؟ يعني هل هو الانديكيتر، سؤال مصطفى يقول هل إنه أنا الانديكيتر هو الوسيلة الوحيدة حتى أكشف بيها عن نهاية التفاعل؟ أقول لا، الانديكيترز هي طريقة، لكن ممكن عندنا تقنيات كثيرة، وعندنا حتى هسه دا ألاحظ أكو بالشركات دا تنطي حتى يعني تصحيح إلكتروني يصير، والقراءات راح تكون أيضا يعني القراءات إلكترونية مضبوطة. طيب فعندنا أول طريقة ما يعرف بالـ pH meter، راح تأخذوها إن شاء الله بالخامس، إنه أنتوا تستخدمون الـ pH meter نسوي تفاعل acid base، ونبدي نعتمد هاي الـ pH 7 أو نهاية التفاعل راح نقيسه بالـ pH، بدل ما نخلي لون إنه الانديكيتر يكشف لنا، لا عندنا يصير عندنا جهاز، عندنا مثل البروب، يعني طريق يعني تريدون تروحون مثلا تدورون على البي اتش ميتر تشوفون الشكل مالته، هو ايضا جهاز بسيط يستخدمون دائما بالمختبرات، موجود مختبرات التحليليه والبيولوجيه والفيزيائيه، وراح تاخذون ان شاء الله مختبر الكيمستري ايضا كتكنيك نعرف بنهايه التفاعل، ندخل بروب للوسط التفاعل ونستمر بعمليه التصحيح، وانس قرالي بي اتش ميتر مالتي قرالي 7 اوقف التصحيح واعتبر انه التفاعل خلاص عندي انتهى. ممكن نقيس التوصيلية الكوندكتيفيتي للمحلول، ايضا ممكن تكون اشارة انه نقدر بالنسبة لتفاعلات الاسيد بيس تايتريشن ممكن نستعملها، ايضا اجهزة او تولز نقدر نستعملها حتى نشوف بيها نهاية نكشف بيها عن نهاية التفاعل، تمام. عندنا ممكن التغير اللوني يكون ذاتي، عندنا تفاعلات ممكن هي المادة نفسها ملونة، فمثلا بالوسط الحامضي تكون ملونة، بالوسط مثلا بالوسط الحامضي تكون ملونة، بالوسط القاعدي تكون مثلا غير ملونة، أو مثلا بوصولنا لنهاية التفاعل يختفي اللون، أو اقترابنا من نهاية التفاعل يظهر لون، فالمادة يكون لونها ذاتي مثلا. عندنا تفاعلات الترسيب، عندنا التفاعلات الترسيب ايضا ممكن اشرح لكم دكتور واثق على موهر ميثود انه ينشا راسب مثلا اي جي سي ال، ينشو راسب مثلا اي جي ان او 3 انفعله مثلا ويا ماده ثانيه يرسب لي المراسب، ينزل لي راسب وابدي يعني من ظهور الراسب مثل ما لاحظتوا دليل على انه نهاية التفاعل، نهاية التفاعل بين المادة المرسبة ومادة الاي جي ان ار 3. منو ماما اذا تقول ميترود منو هاي منو ماما منو هنا اذا تقول هاي ميترود من الميرود منو
ماما طاها دشوف الشات، طاها ماما دشوف الشات، أني تسمعني؟ منو هاي اللي عمزها؟ عنال، عنال شوف لي يا عيني، منو هاي ماما؟ شو تريد هاي الطالبة عيني طه؟ شو اسم هاي الطالبة ماما طه أو هذا الطالب؟ منو هاي عنال؟ مكتوب عنال طه، منو؟ شبيت شات طه؟ طيب طيب الآن هذا السؤال مصطفى يسألني عليه، أنه كيف ممكن أعرف نهاية التفاعل بدون ما أستخدم دليل؟ هاي عندنا تقنيات كثيرة، أي تفاصيل تحبون تعرفوها عن هذه التقنيات ممكن ترجعون على الأونلاين أو تسوون سيرش وتعرفون تفاصيل شنو معنى التوصيلية أو معنى الكولر تشينج أو البي اتش ميتر، ممكن يشوفوا لها صور، ممكن تطبون على اليوتيوب إذا تحبون. لكن كان هذا جوابي المصطفى. مصطفى ماما سمعت جوابي؟ لو زين ماما مصطفى ده موجود جاوبني. طيب بالنسبة للإلكتروليتات، بالنسبة للإلكتروليتات قلنا ردت أعرفكم أن الإلكتروليتات أيضا مواد مهمة، وكون هذه الإلكتروليتات يعني مثال عليها الحوامض والقواعد اللي إحنا استعملناها بالمختبر. هذه المواد اللي هي الإلكتروليتات مثل الحوامض والقواعد والأملاح، هذه المواد عند ذوبانها بالماء راح تكون تنشئ محاليل أيونية قطبية قادرة على أن مثلا توصل الكهربائية أو تنفصل إلى أيونات وكاتيونات، وممكن أنه مثل ما تشوفون هذا الـ NaCl مثلا حتى نربط شلون التوصيلية أو الكوندكتيفيتي اللي نستخدمها كإنديكيتر بنهاية التفاعل، ممكن أنه سببها هاي إنشاء هذه الأيونات مثلا NaCl كمثال أو HCl أو NaOH، راح تكون موجودة بالماء، راح تكون محاطة بجزيئات الماء، فهاي الأيونات في الكلورايد والصوديوم راح يبدي يكون عنده قابلية على توصيل الكهربائية. ممكن أن نقيس هاي الأيونات، توصيلية هاي الأيونات نستعملها كدليل يعني لملاحظة أو لفهم أو أنه وصول إلى نهاية التفاعل أو وصول إلى نقطة تكافؤ التفاعل. طيب مثل ما قلت لكم الـ HCl الـ NaCl الـ CH3COH، كل هذه مركبات إلكتروليتية، كل هاي الأغلبية اشتغلتوا بها بالمختبر وحضرتوا منها محاليل مائية. في المحاليل اللي حضرتوها موجودة بهاي الصيغة اللي هي مثلا NaO، الـ Na تحمل شحنة موجبة، والـ AQ الموجودة بين قوسين معناها الأكويس، انه هاي الايونات تميئت او انه صارت بوسط مائي حاطتها جزيئات الماء وصارت يعني لها صيغة. قلت لكم مثل ما شفنا الموفيكول واحدة من الامثلة انه كيف تنشأ المحاليل الالكترولية، مهمة جدا بالكيمياء، مهمة جدا بالبايوكيمستري، مهمة جدا بالصيدلة، نحضر منها مستحضرات صيدلانية مثل ما شفنا بالموفيكول، وراح نشوف بالتركيبات الاخرى. الماء
بالنسبة للمحاليل الإلكترولية أو المحاليل المائية الإلكتروليتات، الماء راح يكون هو أفضل، يعني أفضل مذيب موجود على وجه الأرض. أغلب المركبات قلنا اللي اشتغلنا بيها، حوامل، قواعد، هي كانت إلكتروليتات. قلنا الإلكتروليتات من الذوب، الملح، الحوامض راح تحافظ جزيئات الماء وتنفصل وتصير عندها قابلية على التوصيل الكهربائي. لما يكون عندك إلكتروليت قوي، لما يكون عندك إلكتروليت قوي راح ينفصل بشكل يعني تام، مثل NaCl كإلكتروليت قوي، HCl كإلكتروليت قوي، NaOH راح تنفصل انفصال تام وتبدي تحاف بجزيئات الماء. ضعيفة راح يكون تفككها جزئي، مثل عندنا حامض الخليل في CH3COOH، هذا راح يكون الكتروليت ضعيف، تفككها ما راح يكون قوي، تفكك جزئي. عندنا حامض ال HUSO4 HCl، كل هاي هي الكتروليتات قوية، ذوبها بالماء تتفكك بشكل كامل وتبدأ تحاط بجزيئات الماء، طبعا قلنا توصل الكهربائي. وراح نشوف هنا، نشوف انه دورها بجسم الانسان. عندنا الكتروليتات مهمه، تلعب دور مهم في الكالسيوم، له دور مهم جدا في بناء العظام والاسنان، وايضا بالنظام العصبي. الصوديوم ايضا موجود خارج الخليه ويلعب دور بالتوازن الملحي والمائي داخل الجسم. البوتاسيوم ايضا مهم جدا، ومهم للقلب، مهم للكلى، مهم للاعصاب. كل هاي الالكتروليتات الموجودة بجسمنا مهمة كجسم إنسان، مهمة حتى نحضر لها يعني pharmaceutical formulas، وأيضا مهمة جدا يعني بالكيمياء التحليلية وأيضا بالبايوكيمستري مثل ما قلنا. عندي مثل هذا أيضا اللاكتيت رينارز، أيضا هو محلول الكتروليتي أو المغذيات الممكن يعني تكون موجودة كمستحضرات صيدلانية. بشوفون كمية الأملاح والإلكتروليتات الموجودة، مثل عندنا يشوفون الـ KCL، NaCl، أو الصوديوم لاكتيت، كتركيبة صيدلانية موجودة ومهمة، وهي أيضا تمثل لكم يعني مثال على الإلكتروليتات وأهميتها. يعني أيضا عندي مثلا هنا أتوقع هذا الموفيكول، هذا الموفيكول اللي حكينا عليه، تلاحظون مثلا صوديوم بايكربونات، بوتاسيوم كلورايد، كل هاي الاملاح مجموعه تكون فورمولا صيدلانيه وعلاجيه مهمه قلنا للامساك، وايضا ياخذوها عند اجراء العمليات، او ياخذوها باجراء العمليات، او الناس اللي يعني تكون عندهم اعاقه يعني يحتاجون هذا الدعم بالنسبة لهذا العلاج. أريد أقول لكم إذا ممكن تجربوه، هذا الكابج، ريد كابج، هذا الموجود، هذا طبعا أفضل إنديكيتر، ممكن إذا تشوفون كما تتصورون هذا ممكن يكون إنديكيتر. هذا الريد كابج يستعمل إنه أشوف ألوانه شلون تختلف بالووتر اللي هو يعني متعادل، لونه يكون هذا اللون البنفسجي، وبالبيكنج صودا اللي هو بيسك راح يكون لونه على زراب، هو نفس هذا يعني نفس المستخلص أو يعني نفسه هو ذا ريد كابج يستخلصون منه، أو ممكن يعني العصير مالته يكون إنديكيتر، يعني يستخدموه يعني كسيف إنديكيتر بالمختبرات. فقلنا مثلا بالبيكنج صودا، بالووتر، بالفينيجر، شوفوا ألوانه هو نفسه، بس شوفوا ألوانه بالوسط الحامضي، شوف لونه بالوسط القاعدي، شوف لونه بالووتر. هذا ايضا هاي واحده من الامثله من الانديكيتورز اللي ممكن نستعملها، هي هذه البيبرز. اتمنى لو احنا حضوري اجي من عندها هاي كان اشوفكم اياهم، نشوف شلون نستعملها. ايضا ممكن يعني خلال التفاعلات نستعمل هاي الاشرطه، نكشف عن البي اتش مالت المحلول اذا كان حامضي او قاعدي، او اذا وصلنا نهايه التفاعل، ويعني الى استخداماته، يعني حتى نتعرف على مثلا انا هذا هل حامض، هل هذا قاعده، هل انا من دا اشتغل بهذا التفاعل خلاص راح للحاله الحامضيه، بعد ما احتاج استعمل يعني ما احتاج اضيف من الحامض، ما احتاج اضيف من القاعده. فتشوفون هذه الاشرطه ايضا اكو بليت بالعلبه نقارن به، انه مثلا انا ادخله بالسائل واجي اقارنه بالبليت الموجود عندي هنا، واشوف انه مثلا تدرجات اللون، فكل تدرج هو منطيني البي اتش مالته، واقدر يعني اعتمده بشكل دقيق حتى اعرف يعني طبيعه المحلول الموجود عندي وطبيعه التفاعل الموجود عندي.
ردت أقول لكم أنتوا بالنسبة لكم هذا هاي أنتوا الحوامض مو بس الـ HCL والـ H2SO4 والـ H3BO4 هو اللي يعني مهم وهو اللي راح يعني يكون هو الأساس وكذا بعملكم. لا، أنتوا عملكم الأساسي هذه الأدوية، هذه الأدوية بصورتها الحامضية، يعني مثلا عندنا الأسبرين أو مثلا تشوفون هاي الكاربوكسيليت جروب الموجودة بي، أو عندي الإندوميثاساين هذا هم أيضا دراج حامضي، ممكن أيضا راح بالثالث إن شاء الله بمرحلة الثالثة راح يكون هذا عملكم. أنت ما راح تشتغل حامض يعني SCL أو قاعدة، يعني لا، راح يجوز تستخدم البيس حتى تقدر هاي الأدوية، راح يصير الحامض عندك هو هاي الأدوية. طيب، ف يعني احنا بس قلنا اتفقنا من البداية مختبراتنا وكل اللي شرحناه، احنا بنعلمكم السكيلز حتى من تروحون ان شاء الله تشتغلون راح تشتغلون على هاي الأدوية. راح تعطيك الدكتور كبسولة او تعطيك دراج وتقول لك هذا اسبرين، صحح لي وقدر لي كميته، شوف لي هذا الاندوميثاسان، شوف شلون شنو يعني التركيز مالته. طيب، هذا لوزرتان، هذا ايضا هذا دراج، اذا تشوفون هاي الحلقه الموجوده عندي ب والله هذه الحلقه اللي هي بها 4 نيتروجينز، هذا نسميه تترازول، هذا ايضا بديل للكاربوكسيليت جروب، هذا دراج، هاي المجموعه ايضا حامضيه، هذه المجموعه اللي لوزرتان، هذا الدراج لوزرتان، تشوفون هاي الحلقة الموجودة اللي بيها 4 نيتروجينز، هاي الحلقة الرباعية الموجودة بالطرف، هذا اللي نسميه التترازول، وهو بديل للكربوكسيليت جروب بصناعة الأدوية. الأسبرين إذا أنتم سامعين عليه يعمل ألسريشن، يعمل يعني قرحة للمعدة وإلى آثار جانبية، فحتى نقلل الآثار الجانبية مصممين الأدوية بيستبدلون الكاربوكسيليت جروب في الموجودة بالأسبرين أو بأي دراج ثاني، مثلا بهاي الجروب التترازول حامضية تعطي نفس التأثير، لكن بس كمواصفات دوائية تكون جيدة جدا ومفيدة، ويعني بها أنه يعني get around the problem مالت الكاربوكسيليت جروب. طيب، أني هذا الحد الآن هذا اللي عندي، هذا الموضوع هذا اللي عندي أني اللي ردت أقول لكم إياه. طيب، يعني هذا اللي عندي اللي يخص الموضوع اليوم هو الأسيد بيس دايتريشن. حبيت أعرفكم على الكيرف بشكل بسيط، حبيت أقول لكم الانديكاتر هي شنو وشون تتغير أشكالها حسب وسط التفاعل، وانطيتكم جاوبت هاي الأسئلة اللي جتني. طيب، راح أسويها باوربوينت وأدزها لطاها، راح أسويها PDF وأيضا أزود طاها بيها، وإذا عندكم أي سؤال أنا حاضر أجاوبكم عليه، أنا حاضر أجاوب أسئلتكم. إذا تريدون تزلوها على الإيميل أقدر أدزلكم مثلا إجابتي على الإيميل إذا تريدون. طيب، ما اطلب منك structures، بس ممكن اناقشك اجيب لك سؤال على اللي قلته هسه تارا. structures ما راح اطلبها من عندكم for sure، لكن راح اسال على structures، ما راح اطلب رسمها، راح اسال على الكلام هسه اللي انا قلته، تمام؟ راح اجيب سؤال على اللي قلته. انا قلت هسه انه مثلا الكاربوكسيليت جروب هي المجموعه الحامضيه بالدراج، عندنا تترازول باللوزرتان بديل للكاربوكسيليت جروب، ستول اسيدك حامضيه تعطي فعاليه لكن عالج بها مشاكل الالسريشن ومجموعه المشاكل اللي تسببها الكاربوكسيليت جروب. ستراكشر ما اريده، لكن اللي دا اقوله اريده، الشرح اللي دا اقوله هو اللي انا اريده، تمام؟ طيب، راح أني أحضر سلايدات وأرسلها لطاها، سلايدات باوربوينت، لا ما مسجلة، ما عندي مسجلة، سويت هسا أنا حضرت لكم إياها. طيب، باوربوينت
طيب هاي نقطة. أكو نقطة مهمة ثانية أحب أقول لكم إياها، إنه إحنا سيا آخر محاضرة يعني موجودين بها. أنا مشكلة شات ما يظهر ليش عندي، هم يعني ما أدري هذا الكمبيوتر يعني مو كلش. إذا تريدون أنتوا تقرون على الأشياء اللي أنا قلتها بالنسبة يعني أي تفاصيل ثانية موجودة تقدرون تأخذون اللي يعني الحكيته هو الشرح اللي قلته هو راح أجيب من الأسئلة. أي شيء أنا هسه شرحته راح يجي عليه سؤال يعني أكيد، وزائد المحاضرة الأخيرة اللي كانت بالقاعة زائد المحاضرات اللي بالبداية. أنا بس أريد أقول لكم هنا آخر محاضرة بس أنا موجودة، تجوني اللجنة الامتحانية تكتبوا لي إيميل يقول مثلا نريد فلان كذا نجي نلتقي، هاي أنا موجودة وما أقصر وياكم. إذا بديت الكورس الثاني إن شاء الله بالنسبة علي يسأل على درجات الميد نشتغل بيها ولازم ننزلها قبل ما تبدون تمتحنون إن شاء الله. طيب محمد رحمن، نهاية التفاعل بي بي اتش ممكن تكون أدق، ممكن تكون أدق لأن أنت بس توصله بس توصله راح يرأسا توقف التفاعل فهو حيقرأ لك بشكل مضبوط. طبعا تعتمد على دقة الجهاز، تعتمد على دقة الجهاز حسب الجهاز إن شاء الله. زينة محمود محمد أي زينة إن شاء الله وايد أصلح زينة إن شاء الله زينة. هاي وحدة. اثنين بس أقول لكم إنه أنا موجودة، تريدون بس كتبوا لي على الإيميل مالتي هالة حماديات يعني أجاوبكم أشرح لكم. تريدون تجون لجنة امتحان يعني موجودة مو فقط للكيمياء التحليلية، حتى إذا بديت كورس بالعضوية واحتاج كل شيء إن شاء الله أنا موجودة. أتمنى من عندكم يعني مراجعة، أوصيكم يعني أبقوا مثل ما أنتوا، أبقوا ممتازين، أبقوا ملتزمين، احترموا أساتذتكم، لا تيأسون. مادة شوية حتصعب عليكم بالوقت الجاي أو جزء بالسنة الجاية إن شاء الله، الله يحفظكم. فيعني كونوا يعني قد المسؤولية مثل ما اتفقنا ومثل ما قلنا، ويعني واشتغلوا على نفسكم، اشتغلوا على نفسكم، لا تظلون لا تتماهلون ولا يعني تدورون لأشياء سهلة. أنا عضوية ما راح أخذكم، أنا احتمال أخذ الخامس، لكن still أنا موجودة. هاجر تريدين أي شيء تعالي، أي شيء تريدين تعالي، تريدين كتاب، تريدين شرح، أي شيء أنا موجودة يا باللجنة يا بورفتي، دزي لي إيميل نتلاقى. أكون يعني جدا سعيدة، ومثل ما وصيتكم لا تتراجعون. الأساتذة كلهم راضين عليكم ويحبوكم ويعني يقولون عليكم ممتازين. لا تنزلون، لا تنزلون، ولا يعني اشتغلوا على روحكم وادفعوا نفسكم لقدام، تمام؟ وان شاء الله يعني انا دايره مدايركم. اتمنى اسمع، ابقى اسمع عنكم مثل ما يعني انا شفتكم، والكل راضين عليكم، اتمنى الاحسن. ما اريد واحد يحكي عليكم اي كلام يعني مو زين. تمام. يلا حتى اني يعني روا ماما، احنا ان شاء الله هم بالكلاب موجودين، موجودين بالكلاب. سوران انا اسف سوران ما نسيت لك رسالة. سوران انا يعني ضغط مو طبيعي بالشغل، مو طبيعي سوران، ام سو سوري. زين بس انت تدري التبالي يعني. زين حبيبي احنا keep in touch يعني، خلاص انت بعد احنا من هدك بالكلاب موجودين. وهذا السؤال استألتني اياه صدقني لحد الان السيد العميد ما جاوبني على اي تفاصيل، بس ويعني هوب بكي يعني تمام. ماما سوران حبيبي انا ادري يعني من حرصك، بس يعني انت هم احنا نريد منك بعد اكثر يعني، ورانا البيو ورانا الكلاب، فبليز يعني لا تخذلنا. اتمنى من عندكم يعني بتتعاونوا سوران، اريد امجد وروى وكلكم الله يرضى عليكم. بالنسبه للانجليزي اريد يعني شويه جهد يعني اضافي، وسوران راح ينطيني اسماء الطلبه شاركوا وياه بالاكتيفيتي مال انجلش، وراح يكون لهم معامله خاصه بالاناليتيكال كيمستري ودرجات خاصه لهم. طبعا انا يعني الله عدل، وان شاء الله نستأنف الانجلش لانجوج كلاب ومفعاليات كلش قويه ويعني نبهر بقيه المراحل، تمام؟ طبعا ماما انا ان شاء الله سأجز لك وانا وياكم.
المحاضرات والله راح اجيب هذا اللي انا شرحته محمد محمود محمد انا راح اجيب المحاضرات هاي شرحتها راح اجيب المحاضرات راح اجيب البدايه راح اجيب هذه راح يعني اقدر اقول لك راح اركز على الاشياء اللي بالاخير اخذناها راح اركز عليها يعني بي اونست لانه اكو اشياء اقدر اطلع منها بعد بس اكو يعني محاضرات يعني بعد خلص يعني ما يطلع منها سؤال بس هذا اللي جبت المحاضره السابقه وهاي اتوقع اقدر اجيب منه ان شاء الله ان شاء الله ماما ان شاء الله انا مثل ما وعدتكم انا اريد الفهم اريدكم يعني تربطون مثل ما قلت لكم اللي تتعلمون بالتطبيق ان شاء الله ان شاء الله سهله ماما ان شاء الله لا ماما ماكو انا اسماءكم راح تجيني لللينك مالت الايميل انا راح تجيني اسماءكم لل الايميل اكتبوا علي على الاسيد بيست هايدريشن تجي بي اسئله شلون نحسب التركيز والاوزان وكذا فهاي المسائل راح تجي راح اجيب مسائل راح اجيب يعني مثل ما اتفقنا ترو فولس وهالشكل طيب ماما تصبحون على خير وكل الموفقيه وش تريدوا كتبوا لي على هاله حمادي وانا ما اقصر وياكم اجاوبكم واساعدكم علي وتصبحون على الف خير شكرا علي شكرا جعفر